تم التنسيق مع السيد قائد عمليات نينوى المحترم، وتم وضع خطة لغرض تجريف الجزرات الوسطية في نهر دجلة. بالتاريخ 26/7/2021 باشر الجهد الهندسي لمقر فرقة المشاد 16 زائدا للفرق الأخرى، فرقة 14، فرقة 15، فرقة 20، سرية هندسة قيادة العمليات بتجريف أحد الجزر الكبيرة اللي موجودة في النهر، وهي جزرة قبر العبد. الحمد لله والشكر، احنا اليوم بتاريخ 1/8/2021 تم إكمال تجريف هذه الجزرة بالكامل، ومثل ما تشاهدون سنتحول إلى جزر أخرى إن شاء الله. الغاية من عمليات التجريف للجزرات الوسطية هي نتوخى فائدتين. الفائدة الأولى، نمنع الخلايا النائمة لداعش الإرهابي من استخدام هذه الجزرات كانطلاق لعمليات ضمن قاطع الفرقة أو قاطع الـ14 أو مسألة العبور من قاطع إلى قاطع. والفائدة الثانية من تجريف الجزرات هي لغرض تحسين المستوى المعاشي لأهالي المنطقة. فمن خلال خلالكم ننقل رسالة للمواطنين اللي باسمهم هاي الأرض، هاي جزرة قبر العبد، أنه استفادوا من عتها لغرض تحسين المستوى المعيشي لكم، بعد جلب المستمسكات التي تثبت ذلك، وبعد إجراء التدقيق الأمني نقولهم الجزرة كمل تطهيرها إن شاء الله، تجريفها. لذلك بالإمكان المواطن بعد تقديم المستمسكات أنه يستثمرها لأغراض الزراعة ولتحسين المستوى المعاشي لعوائلهم. باشرت القوات والجهد الهندسي بتجريف أحد الجزر المهمة في داخل قاطع المسؤولية، وهي جزرة قبر العبد. هذه تعتبر هذه الجزرة من أهم الجزرات الموجودة في قاطع المسؤولية، وذلك لاستغلالها من قبل العناصر الإرهابية في تنفيذ نواياهم الخبيثة، حيث شرعت القوات والجهد الهندسي بتطهير هذه القوة، تطهير هذه الجزيرة لتخلص من بعض الخلايا النائمة، وذلك وفتح المجال للاستفادة من بعض المواطنين الموجودين داخل قاطع المسؤولية للاستفادة في تحسين حالتهم المعيشية. ندعو المواطنين من خلالكم لاستغلال هذه الجزرات، وذلك للاستفادة منها في تحسين حالتهم المعيشية والتبليغ عن أي تواجد أو عناصر موجودة في داخل هذه الجزرات. وسوف يتم تجريف بعض الجزرات في المرحلة التالية، وهي جزرة العريج وجزرة لزاقة وجزرة حمام العليل.